السلام عليكم. في سؤال بيقول هل يوجد في مصر حاليا الليفل اوف ديتيل او ال او دي ستاندرد، وهل هتعمل هيئه على ستاندرد خاص بمصر؟ هو حاليا في ال او دي فورم على مستوى العالم كله، هسيب لكم رابط بعض الفيديوهات اللي بتتكلم عنه. هو على حد علمي كافي وبيبقى ممتاز جدا ان انت تشتغل على حاجه انترناشونال، انما لو طبعا اي هيئه تعمل حاجه خاصه بيها مفيش اي مشكله خالص. لكن هو ال او دي فورم ده شغالين بيه في البريطاني والامريكي والهندي والياباني والسنغافوري، كله يقول لك روح لل او دي فورم بدل ما يعمل واحده جديده.